12 عام من توجدت جمعية ثقافية اجتماعية خيرية نجم نقوله، العديد من النشاطات بعض منها معيتها الأهم اللي هو عندنا مدرسة اللغة العربية والموجودين نحن دوم نهار السبت، وعنا زادة مدرسة اللغة العربية نهار الأحد للأولاد نتاعنا. عندي في المرفأ زوج معلمين، واحد محرات القنصليات بعد التونسية، وعلى حسب الأولياء الأمور. فما ناس مهتمة اللي تحب صغار وما تنساش الجذور نتاعها، وفما ناس يعني ماشية عام يجر عام وصغار أنا يعني في الأخر هما يحصلوا بعدوا على الهوية نتاعها. صغار نشوفهم كأنهم غرسة، ديما نقول أنا عجبت ما تهتم بها في الصغر، تعطي النوار في الوقت اللي يكبروا، وهذا ديما واحد تبقى في ميزان حسناتها. هي الغربة شنية؟ الغربة تتعدى بسرعة، يعني السنين تطير. كي واحد ما يعملش مجهود في صغر الولادة، في الأخر الولادة باش يضيعوا، باش يندمجوا. باهي هو الاندماج لكن في حدود معينة، باش يندمجوا في المجتمع الأجنبي وينسوا الأصل. وبعد ذلك هم زاد الأولياء الأمور في كبرهم يحسوا بها، يعني صاروا لا يعرفوا لغة عربية، لا يعرفوا قرآن، لا يعرفوا، تولي حاجة صعبة برشا بالنسبة للأولياء اللي فيقوا بها بعد سنين ما تعدي. يعني ننصح كل أسرة ما زالت في بداية غربتها إنها تهتم أكثر بولادها. سبت واحد ما يمشوش يبدي خوص ولا يمشي وصل مثال الدنيا هيك يهزوا صغارهم باش تتعلم اللغة العربية، تتعلم الأصل متاعهم جذورهم. في الأخر معيتها شوية صبر، في الأخر يوصلوا إن شاء الله. المدرسة اللي مشوا للنشاط الثاني اللي عندنا هو هذا نشاط مهم اللي هو يسموه البنك المنتاري في إيطاليا، يعني البنك الغذائي. يتمثل في مساعدات غذائية كل معيتها ما تتصور، نقدموهم كل شهر 110 عائلة من جميع الجنسيات، من جميع الجنسيات اللي تخطر على بالك، حتى منهم الإيطاليين. نمشوا مرحبا بكم، نشوف المخزن معنا. يعني احنا يتسمى كملنا، يعني يتسمى مش كيما في اول ما نجيبوا السلعه، خاطر وسعنا برشا السلعه اللي موجوده نشوفوا ان شاء الله. هذا يدل على ثقه الايطاليين فيك. الحمد لله. الحمد لله. هذا المخزن بتاعنا ونعطوا المساعدات الغذائيه. تجربة ثرية ومتنوعة، تعلمنا فيها برشا حاجات، وحنحاولوا توا جينا نفيدوا صغيرات توانسة في تعليم اللغة العربية والحضارة التونسية. هو الحضارة التونسية، تعرفوا الحضارة التونسية وتقاليدنا وعاداتنا وعياتنا واللغة العربية، تعلموا الحروف، تعلموا القرآن، تعلموا معناتها عقيدة عبادات. ولو أكثر حاجة تركيز على اللغة العربية اللي باش تعلم صغير الحروف وتعلم النجم واللي يقرأ كلمة واللي معناتها يعرف التونس الصيف، نجم يتواصل مع أقاربه مع أصحابه مع جيرانه، ما يقعدش في عزلة كل، وهذا اللي نساعدنا عليه وإن شاء الله ربي يوفقه. الشرف لي مع مدام هناء في المدرسة اللي تعلم اللغة العربية اللي بالخارج، اللي هي عندنا توانسة ومغاربة وجزائرية ومن مصر زادة. تجربة أولى، تجربة إن شاء الله يا رب تكون ناجحة، خاطر نعاون الصغيرات باش نجموا يعرفوا يقروا اللغة العربية وهي لغتنا لغة العرب الكل، واللي باش يعرفوا لغتهم وفي نفس الوقت إنه حتى كيف يبدوا في المدارس والكل إنه باش يحبوا يفسروا حاجة عارفين روحها معلاش في المدرسة. إن شاء الله ربي يوفقنا. في تجربتك هي مهمة كبداية، باهي الحق وفرحانة بها برشا، علاش خاطر معرفة الصغار وبلدان مختلفة والكل، مصر، المغرب، تونس، الجزائر، معناها كلها العرب الكل، وتجربة باهية حتى انه الواحد يكون معناها بحاجة يفيد الصغار ونستفيد زاد. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.